يسرنا أن نلتقي في مرة جديدة بالأديب المهجري المصري الأستاذ أنتوني ويلسون ليخبرنا عن كتابه الجديد أنا والإعلام. أستاذ أنتوني، بإيدك كتاب اسمه أنا والإعلام، فينا نرفعه مقابل الكاميرا؟ ده آخر كتاب صدر لك السنة دي، ده من يومين صدر لك. يعني آخر كتاب صدر لي السنة دي. السنة دي أوكي، يعتبر الكتاب الخامس هيدي السنة، الكتاب الخامس أربعة خمس كتب، خمس كتب السنة أصدرت الكتاب. أنا وجاي كنت عم بقرأ في أشياء. ليش تأخرت حتى ذكرتها؟ يعني تأخرت كتير حتى كتبتها، بما أنها كانت مهمة للإعلام المهجري ورحلتك معه. الإعلام المصري، الإعلام هنا العربي هنا في أستراليا، ابتديته زي ما أنا كاتب في الكتاب سنة 77 مع الـ 2EA اللي هي أصبحت SBS. ده شد رجلي للهواية بتاعتي. أنا كنت أهوى الكتابة وأهوى التأليف والحاجات دي كلها في مصر، لكن لم أنشر أي شيء. ابتديت هنا لما شدت رجلي في المحطة ده هي والإذاعة ده هي، ابتديت إن أنا أعمل، وابتديت إن أنا أبقى نشيط، وابتديت فعلا إن أنا أألف القصة، أألف الرواية، أكتب المقالة، أجري لقاءات وهكذا. مريت بمحطات كتيرة من الإعلاميين، فأنا كنت ساكت على أساس يعني هكتب عن الإعلام، وأنا أجي أنا جنب الإعلاميين الآخرين اللبنانيين والمصريين وده كله، أسكت يا واد. لكن أنا حسيت في الفترة ده هي إن ده واجبي، إن أنا أذكر الإعلام وأعطي كل ذي حق حقه. اللي أساء إلي هأشير إليه، واللي أحسن إلي هأشير إليه، واللي تكبر علي أشير إليه حتى ولو من غير الاسم. أيوة، هذا اللي أنا بدي أقول لك إياه. اللي أحسن إليك ذكرت له اسمه، بدل ما ذكرت أسماء اللي أساءوا إليك. لأن أنا كنت في داخلي يعني عايز أكون بالعربي الفصيح قليل أدب، عشان الأشخاص ده هي كانت قليلة أدب معايا. بس ليش ما ذكرت الأسماء؟ ما رضيتش أذكر الأسماء علشان خاطر أنا مش ناقصني وجع دماغ. دول عاملين نفسهم آلهة وفاكرين نفسهم إن هم بس أصحاب الألم وأصحاب المعرفة، وإن هم بس العرب واللي بيكتبوا والحاجات دي كلها. فأنا عطيت أخدت حقي في اللحظة اللي كل واحد أساء إلي فيها. لم أترك حقي. من أساء إلي بكلمة أعطيته عشرة، ومنهم أساء للاختبار وأصبحنا أصدقاء. أستاذ أنتوني، لما أنا وعم بقرأ الكتاب كل اللي ما ذكرت أسماءهم أنا عرفتهم بالاسم، لأنك عم تذكر مرحلة كانوا فيها. كويس، يعني ما ضروري تذكر أسماء لأنه كانوا معروفين لما عم تذكر. أنت تعرفهم، غيرك ما عرفهمش، لأن الكتاب مش بس هنا، لا، الكتاب والكتب ده هي بتخرج برا. بس ما كان أفضل لو ذكرتهم؟ لا لا، ليه؟ أنا أحترم نفسي. بس ده تاريخ. ما هو التاريخ أنا قلته، أنا التاريخ قلته، واجهت الشخص. بس قلت فلان الفلاني. لا، الناس اللي شوف حبيبي، يعني انت ما تركت له مجال يا أنتوني انه يدافع عن نفسه. لو ذكرته كان مثلا جاوبك ودافع. انا في نفس اللحظه اللي حصل فيها الكلاش، واخد بالك، ما دافعش عن نفسه. ده او ده او ده، مش واحد بس، واخد بالك، هو مش لبناني بس، ده مصري ولبناني وغيره، فلسطيني. لان انا ما هوش فلسطيني مع الاسف. لا لا، في ناس فلسطينيين. لا ما فيش، واخد بالك. المهم المهم كله ان انا ما بسكتش عن حقي حتى وانا في مصر. صورة الجايزة ده هي هتضحك هنا لما احكي لك صورة الجايزة اللي انا بسلم على المدير العام والوكيل المصلحة. أيوه. اللي جنبه ده رئيسي المباشر ضابط العقيد. احنا
انا كنت يعني هو والمجموعه بتاعتنا ماسكين قسم التحرير. قسم في قسم تاني اللي هو بتحفظ فيه كل اسرار الانسان. رئيسه المفتش بتاعه ضابط. كل اسرار الانسان المصري المصري. كويس. من 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 الولاده الى من المهدي للحد. احنا بنتكلم بنعمل التحرير، بنعمل البطاقات والحاجات دي كلها المهم. فبندردش مع بعض باستمرار الرئيس ده. فبيقول لي ايه رايك لما ناخد التحرير سوري اللي هو المكان اللي هو فيه كل حاجة عن الإنسان. فقلت له طب وماله؟ ما هو ممكن. أنا فهمت على طول إن الرئيس المنطقة ده هي أخوه ضابط، واخد بالك، في وزارة مع عبد الناصر. إذن هو عايز يزحلقه عشان ياخد هو مكانه. مكان أخوه؟ لا، مكان الراجل ده. ايوه، مكان الضابط ده. فسكت كده وقلت له شوف بقى، انا عندي 105,000 ما اتكتب له ما اترجعوش. 105,000 اسم، 105,000 استماره ما ترجعش. اسم يعني اسم. ايوه كويس. وانا رئيس المنطقه الاولى، المنطقه الاولى في التحرير، عندي 15 موظف، وألقي على عاتقي في الفترة ده هي المنطقة الرابعة علشان قاتل بيروح اللي ماسكها بيروح يعمل امتحان. أستاذ أنطوني، الصور اللي عم تتكلم عنها في نصف الكتاب، أنت وعم تحكي فيك تفتح الكتاب تنشوف الصور في في المنتصف. طب اسمح لي بس أخلص. أيوة. النقطة ده هي لأنها حتى يشوفوهم الأشخاص. عايز إنه أحطه في نصف الكتاب. في نصف الكتاب، في نصف أيوة. الكتاب. هتشوفهم هون. ايوه يعني. اذا 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 بتدير ايوه الساعة اعلى شوي. هالاشخاص اللي عم تتكلم عنهم. ايوه، ده هنا ده رئيس المباشر. ايوه، ده اللي جنبه وكيل العام. ايوه، واخد بالك. فإذا أنا لما اتكلمت معه بقول له طب إحنا نعلن جائزة للموظفين والرؤساء المكاتب على أساس نخلص من اللي عندنا، فلما هنبعته هناك هتراكم عليهم الشغل، هيتفضحوا، هنكلم الإدارة ان احنا اولى ان احنا نستلم هنا. انشكح وانبسط. راح مكلم وكيل الوزاره، قال له موافقين، من خد المدير، قال موافقين 30 يوم تخلصوا الشغل اللي معاكم. انا كان عندي 105,000 ومعايا 15 موظف. فيكم تخلصوا 105,000 استماره في شهر؟ في شهر؟ قلت لهم احنا داخلين منافسه، عايزكم لو سمحتوا تشتغلوا معايا وتاخدوا الشغل معاكم البيت في بيوتكم. كنت انت الرئيس رئيس المجموعه دي، والمجموعه الرابعه اللي هي الرئيس بتاعها هو، احنا كنا اربع رؤساء، انا اول واحد، الثاني واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، رابع. فانا عندي اكبر مجموعه، وقلت لهم خدوا الشغل في البيت واشتغلوا وهاتوا. خلصنا، ما فضلش عندي من ال 100,000 وخمسة غير 3,000 استمارة. فبيقول لي قعدنا بقى علشان خاطر ايه؟ نوزع الجوائز، نقول مين اللي ياخد الجائزة الأولى، مين ياخد الجائزة الثانية، مين ياخد الجائزة الثالثة. هو كان جائزة واحدة لرئيس المناطق، وجائزتين تانيين، ثلاث جائزة تاني للموظفين عادي. طلع الموظفين العادي اثنين منهم عندي انا. بعدين الثالث راح عند واحد تاني.
طلع بقى قاعد هو المفتش وانا قاعد قدام المكتب ومحاوليه، فقعد يقول الجائزة الأولى لفلان. مين فلان؟ واحد رؤساء المكان. اوكي. بدون أن أدري بصيت لقيت نفسي بضرب على المكتب بتاعه بقول له لا أنا اللي أستحق الجائزة، أنا مش عايز الجائزة، مش عايز الفلوس، لكن ده حقي. الكل اتبهت، وهو كان في عادة لما يكون مشغول شوية يفضل ينتف في الشنب واللي مش موجود، فسكت كده. قال لا أنت عندك المنطقة الأولى والرابعة. قلت له لا، منطقتي أنا اللي تستحق، عشان كده عندي اثنين من الموظفين ياخدوا الجوائز وانا رئيس المنطقه اخد حقي. قال لي اه صحيح صحيح صحيح. ليه جرب يمنعك من الجائزه؟ يا حبيبي مش فكره ليش، هي فكره اقبالك طناش. اه حاضر يا فندم وخلاص، ما هو عسكري وانا مدني، لكن في ليا قصص معاه كتيره وليا قصص معاهم كتيره. احد الموظفين جالنا من لما كانوا في الجيش الانجليزي وعينوه عندنا في السكرتاريه، نزلت ثلاث مرات علشان خاطر اسال على اجازاتي، ولما لقيته حضرته بيقول لي كده بكل صفاقه قدم لي طلب على عرض حال دمغه. رحت طالع بعت الساعي يشتري لي ورقه دمغه، كتبت الطلب وحطيت عليه، نزلت له بقدمه له كل آلاتي كانوا يروح تفضل بعدين تفضل. رحت ماسك الورقة ومزقها تثبت له اللي جابوه واللي عملوه واللي سووه، وطلعت يعني ما بسكتش على حقي. على حقك بس ده برات الإعلام، نحن خلينا نحكي بكتاب. لا لا ما هو ده من ضمن الإعلام. ليه؟ لأن أنا الراجل ده أنا كنت بكتب، يعني أنا كنت أكتب وأوريه له الظابط ده، وهو يكتب شعر ويوريهوني، يعني كان في تبادل ادبي بيني وبين بعض. ايوه وده ربطنا كتير، يعني بالرغم اي خلافات لكن كان ربطنا كتير. انتني لاول مره لاول مره بشوف كتاب باستراليا ادبي بقلبه صور ملونه، يعني تقريبا في شيء 20 صفحه ملونه من الصور. ليه جربت تحط صور ملونه؟ لا في عندي كتاب برضه باللغه الانجليزيه واللغه العربيه برضه فيه الصور ملونة صغيرة بس. يعني ده صور واضحة. بالك ليه؟ لا ليه ليه بالنسبة للكتاب ده، هو الصور ده هي ده شغلي، ده عملي، ده واحد على عشرة من مجهوداتي في الإعلام. أنا بالرغم المرض، بالرغم إن أنا اتحلت على المعاش مبكر، إلا إني حطيت حياتي كلها وروحي في العمل، وما كنتش باخد اجر عشان اروح وقت ما اروح واخرج وقت ما اخرج على حسب صحتي. وبالتالي انا قمت ده اللي موجود هنا واحد على عشرة من مجهودي في الاعلام هنا من جميع النواحي، لقاءات او غير لقاءات وفن غير فن، كل ده اللي شفته بالكتاب انه انت مرقت بجميع الوسائل الاعلاميه بالمهجر تقريبا. هو كلهم ده صحيح كلهم. ليه؟ ما عدا الجريده اللي طلعها المصري العالم العربي، اسمها العالم العربي. ايوه الحمد لله انا كنت ناسيها. هي دي. حاول معايا الدكتور رفعت السعيد الله يمسيه بالخير ان انا اروح معاهم واكون المدير، اكون المدير. بس انت اشتبكت معاهم بالوقت كرموا رفعت السعيد، دكتور رفعت السعيد اشتبكت معهم، قل الادب معك. انت كاتب القصه. انا ما اشتركتش معهم. احنا قاعدين تركت. احنا عازمنا في الباخره الضخمه ده، هي الكبيره ده، هي عازمنا قاعدين هناك. واحنا قاعدين هناك بصيت لقيت كان معايا الاستاذ كامل المر والنعمه، كان معايا الاستاذ كامل المر ومعايا المرحوم قول معايا فؤاد نمور. وفؤاد نمور والسفير القنصل ورفعت السعيد. بصيت لقيت الافندي ده بيقول لو سمحت تروح تقعد مع ابني عشان انا عايز مدير رئيس التحرير يقعد معانا. فرحت قايم وسكت.
ورحت قاعد جنب ابنه دقيقتين ورحت طالع على المركب فوق وقعدت اشرب ويسكي وما سالتش فيه. لكن بعد ما خرجت قدمت استقالتي من الرابطه. ده لأول مرة أنت بتذكرها كتابيا. يس. أنه كانوا لازم يقفوا معك وينسحبوا ويقدموا. أنا اللي اخترت رفعت السعيد. بس أنت ما تكلمت وقت قدمت استقالتك. لا ما قلت السبب. لا لأني بحترم المرحوم فؤاد مأمور. بحترمه. بس فؤاد مأمور ما عرف السبب لأنه نشرته بعد أنا ما يمنيش عارف السبب لأن كانت علاقتي بيه كويسة. لكن هي نقطة سودة في الرابطة. ايوه. ازاي ان انا اكون موجود وانا اللي جايب الراجل وقاعد معاكم وازاي واحد زي ده يطلب مني عشان خاطر انا وريته حجمه قد ايه قبل كده في لقاءات لدرجة ان قابلني مرة في حتة معه واحد شد وجه على ناحيتي انا وقال لي قال له تعال 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 اوريك احسن كاتب واحسن استاذ عندنا. ايوه. تصور الكونفيوجن يقول لك انت انت ايه ويعمل لك المهم ما علينا. استاذ انتوني يعني لازم صرنا نقرب على اخر الحديث الله يحميك بتحضر كل شيء اعلامي. شو مفكر في كتاب بعد انا والاعلام؟ اصدرت 5 كتب السنه ما بقى فيها السنه انتهيت. في شيء كتاب عندك محضره انا غير انا والاعلام؟ انا ما بحضرش حاجه صدقني يا شرف. انا على حسب. بس ده كنت تلمح انه بدك تكتب انا والاعلام. كنا نعرف في كتاب انا والاعلام. لا ما كنتش لمحت لاي حد. انا لمحت لك. يعني جايز واخد بالك احنا بينا وبين بعض لكن انا كنت متردد لسبب واحد بس مش عايز هوسه. استاذ انتني بتقدر ما حيوجع لك راسك الكتاب؟ لا. انا بقول بدي وجع الراس. من مين؟ الناس بيعرفوا حالهم، اللي بدهم يقروا الكتاب بيعرفوا انه انتني ويلسون حكاهم بحقاره زائده بالكتاب. انا ما احتقرتش حد. أنا لم أحتقر حد، حتى كنت كاتب غلط حاجات مسحتها وتلاحظ إن في نقط. كويس؟ أنا ما أحبش أهين أحد لأني ما أحبش حد يهني. هلا أنتوني ويلسون حكي كل الحقيقة بالكتاب؟ الحقيقة دي حاجة تانية. لا أنا عم بسأل، أنت حكيت الحقيقة كلها بالكتاب ولا أخفيت شوي؟ مش أخفيت، تجاهلت بعض. يعني طمست التاريخ؟ لا مش تاريخ. واخد بالك انا بكتب اللي انا مرتاح فيه. انا بكتب واخد بالك بعطي كل ذي حق الحق. فانا الحتت الاماكن اللي انا ما ارتحتش فيها خلاص ما فيش داعي ان انا اشبك نفسي معاهم. متشكرين وكتر خيركم والسلام. لا داعي ابدا ابدا انك انت تجري وراء المتاعب والمشاكل. احنا كلنا أسرة واحدة. أنا لم أتقاضى أجري من أي إنسان ولم يعني في مجهوداتي كلها ما أخذتش من أي حد حاجة. أستاذ أنتني على الغلاف لاحظ أنه في صورتك أنت ومراتك نعمة رفاقة دربك الطويل. بتقدر هي أثرت فيك كتابياً؟ نعمة أثرت فيك؟ أنا هقول لك على حاجة يعني لازم أذكرها في الوقت ده. إن نعمة إحنا متجوزين إيه؟ سنة 61 يعني أكثر من 50 سنة. 55 سنة. أعرفها من 10 سنين سابقة. 65 سنة. خبرت لأني أنا كنت أخو زميل اخوها. ايوه. وتطور الزماله الى صداقه كامله، بعدين تطورت الى صداقه عائليه. واصبحنا نتزاور، وبعدين انا طلبت من الله اذا كانت دي هذه المراه اللي انتم شايفينها دلوقتي نصيبي هي اللي ربنا عايزها عشان خاطر اولادي فلتكن. وكانت. ولا عزمتنا على الغداء من اكلها الطيب. يعني تصور هالإنسانة زي أختي بحبها. الله يطول بعمرك وعمرها يا أنتوني. تعيش حبيبي ونشكرك على مجهوداتك معنا وعلى مجهوداتك مع الجميع. يعني أنت بتبذل مجهود مشكور عليه. بس أنا عايز أأكد بقى أقول لك إن ما فيش أي حد هيهاجمني لأن أنا لم أهاجم أحد. أتمنى ذلك يا أنتوني. أتمنى ذلك. هاجمني أهلا وسهلا.
يعني لسه برضو اقدر ارد او ان انا هتغاضى. اوكي، انا بشكرك على هاللقاء السريع وزعنا يا ابن ويلسون. شكرا حبيبي على مجهوداتك، وشكرا على هذا اللقاء، وشكرا على المساعدة. واخد بالك انك انت تخليني يعني نحكي اللي بدنا اياه، نتقابل ونحكي اللي انت بدك اياه، وتجي لي البيت كمان. تسلم، ده مجهود يعني، ده شرف كبير لعلي. بشتاق لك زي اخوي. شكرا حبيبي. وقت وجعني يا بنت.